أعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان يدخل من يشاء في رحمته والظالمون أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات أصفا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت. وما تشاءون إن الله كان عليما حكيما.